الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، روى الإمام الواحدي في أسباب النزول، وذكر ذلك ابن إسحاق، أن وفد نصارى نجران عندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد النبوي، وقلنا أن ذلك الوفد كان يتقدمه ثلاثة نفر منهم، واحد أميرهم، والآخر وجيههم، والثالث عالمهم. فعندما دخلوا المسجد النبوي فتكلم عالمهم ووجيههم، فبعد أن استمع النبي صلى الله عليه وسلم لهما أو استمع منهما، قال لهما كما في هذه الرواية عند الواحد، قال لهما: أسلما، أدخلا في الإسلام. فقالا: قد أسلمنا قبلك يا محمد، نحن مسلمين من قبلك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتما، لستما بمسلمين. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما أن لله ولد، وعبادتكما للصليب. إذن هذه الدعوة بأن لله ولد وعبادتكم للصليب هي التي تدل على أن تلك الدعوة كاذبة، أن تلك الدعوة كاذبة. هذه الرواية وهذا الخبر الذي يذكره الإمام الواحدي رحمة الله عليه ليذكر عند آية درسنا اليوم، وهي قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهذه الآية جاءت بعد آية الشهادة، الآية العظيمة التي وقفنا معها في درسنا الماضي، وهي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فآية الشهادة العظيمة تبعتها هذه الآية. وقبل أن نقف مع كلمات وجمل
هذه الآية فنقف وقفتين نقدم بها للوقوف مع كلمات هذه الآية المباركة. أما الوقفة الأولى فهي ما يتعلق بقضية الدين، والوقفة الثانية مع ما يتعلق بقضية الاجتماع والافتراق. أما ما يتعلق بقضية الدين فإن مما ذكرته في درس مضى أن هذا الإنسان تدفعه قوة الحب، وهي هذه القوة المحركة لكل حي في هذا الكون المخلوق، تدفعه هذه القوة، قوة الحب تدفعه نحو الحرث والعمل. فهذه القوة التي تدفع الإنسان نحو الحرث والهم تتجه بهذا الإنسان لما فيه من العقل نحو تحصيل النافع له ودفع الضار عنه. فقوة الحب قوة دافعة، والإنسان بغريزته التي خلق عليها حارث همام، أي مريد فاعل، وبموجب غرائزه فهو يبحث بالحرث والهم نحو تحقيق النافع له ودفع الضار عنه، ويجد في تحصيل النافع لذة، واللذة سعادة، ويجد في دفع الضار عنه لذة، واللذة سعادة. فهذه حركة الإنسان بموجب الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. فإذن المحبة والإرادة هي أصل كل عمل وكل حركة. فإذا جئنا إلى قضية الدين فأعظم هذه المحبة ما هو؟ محبة الله، وهي محبة الحق جل جلاله. وأعظم الإرادة ما هي؟ إرادته جل جلاله وحده بالعبادة وعدم الإشراك معه. فإذن لما قلنا الآن أعظم قوة محركة للإنسان قوة الحب، فهنا أعظم، فلذلك ماذا صار الدين؟ هو كمال الحب مع تمام الذل لله عز وجل. فعندما تتلاقى قوة التحريك لهذا الإنسان بموجب الخلقة وهي قوة الحب، ويحصل بينها أن تلك القوة تتحرك بأي مؤثر؟ بمحبة الله عز وجل. وعندما تتجه قوة الإرادة بعد أن صارت، لأن الإرادة تابعة للمحبة، فإذا صارت انعقد الحب بمحبة الله فأصبحت الإرادة أين تتجه؟ تتجه الإرادة نحو طاعة الله وحده، طاعة الله عز وجل وحده. فإذا انعقد هذا الأمر الباطني في الإنسان المتعلق بنفسه وعقله، فانعقد الحب مع محبة الله، وانعقدت الإرادة مع إرادة عبادة الله المتمثلة في طاعته وتصديق خبره والعزم على الالتزام بأمره، هذه كلها إرادات. فينشأ عنها ماذا؟ سلوك. ما هو عنوان ذلك السلوك؟ العمل الصالح، الطاعة، فعل الخير.
ففعل الخير هي تلك الأعمال الناتجة عن إرادة طاعة الله وإرادة عبادة الله وإرادة والعزم على الاستجابة لأمر الله. هذا العزم الناتج عن ماذا؟ عن محبة الله، فهذا هو الدين الحق، وهذا هو التلاقي بين القوى المحركة في الإنسان وبين هذا الدين. واضح؟ إذن هذا التلاقي، فلذلك يصبح أعظم ما تسعى له مع نفسك ما هو؟ أنك تؤسس قوة الحب، تؤسس هذا التلاقي لقوة الحب الغريزية التي فيك والتي تدفعك نحو العمل، أن تجعل العلاقة وأن تربط بين قوة الحب التي أعطاك الله إياها بمحبة الله عز وجل. وأعظم الباطل ما هو؟ أعظم الباطل في هذا الباب عندما تتعلق قوة الحب بالأنداد، بالشركاء مع الله جل جلاله، ثم عندما تنعقد الإرادة والعزم في طاعة الشركاء من دون الله، وعندما يصبح الحرث والعمل وفق تلك الطاعة للأنداد. ومن هنا نفهم أي مكانة لقضية المحبة في بناء الدين، وكيف عندما قلنا أن الشهوات عندما تهجم على هذه النفس وعندما تندفع النفس لعمل الشهوات، فما هو العلاج الذي نعالج به هذه الشهوات؟ العلاج هو أن نعقد ذاك العقد العظيم بين قوة الحب التي في نفوسنا مع محبة الله جل جلاله، فأن يصبح هذا العظيم الجليل الكريم المجيب السميع الكبير المتعال، محبته هي التي تتربع على عرش القلب، ويصبح محبة الله عز وجل هي من يحكم في قلب هذا العبد، فلا يدخل محبوب إلا يتفق مع محبة الله، وإلا لا مكان له في الحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أبناءهم، ما دام أنهم على حال محبتهم لا تتفق مع محبة الله، إذن لا مكان لهم في المحبة. فلذلك إذن هذه قضية الدين التي لا بد أن نفهمها وأن ندركها بهذا الإدراك. فلذلك أنت تريد أن تعرف مكانة الدين عندك، انظر إلى محبوباتك، وانظر إلى قوة الحب التي عندك انعقدت على ماذا، وأين تتجه قوة المحبة التي في صدرك. فإن وجدت أن محبة غير الله أعظم من محبة الله في قلبك، إذن هنا إشكال وإشكال عظيم. فإذن هذه قضية لا بد من إدراكها، وأن نفهم الدين فيما يتعلق بقضية حركة الإنسان، وكيف يبني الإنسان هذا الدين في أعماق نفسه بناءً صحيحا. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الدين
هو الطاعة، الدين هو العبادة، الدين هو الخلق، الدين هو الطاعة عندما تكون عادة، والدين هو العبادة عندما تكون عادة، والدين هو الخلق عندما يكون سجية للإنسان. لأنه متى ما تمكنت محبة الله جل جلاله من قوة الحب عندك، فأصبح هذا الإنسان كل الأمور التي تتعلق بالمحبوب أصبح تقويمها وفق ما يحبه الله عز وجل. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية ما يتعلق بالاجتماع والافتراق. سبق وأن وقفنا مع آيات سواء في سورة البقرة على وجه الخصوص في قصة آدم عليه السلام، وقلنا أن هذا الإنسان الذي خلقه الله وكانت البداية مع الأب الأول آدم المخلوق الأول من جنس الإنسان، بعد أن نزل إلى الأرض هو وزوجه وأكرمهم الله بالذرية، فقلنا أن نزول آدم عليه السلام نزل مهدياً بهداية الله عز وجل له، ونزل وقد تاب الله عليه من ذنبه، ونزل ترافقه الملائكة لتعلمه، فمثل هو وزوجه، ثم ومن معه بعد ذلك من ذريته مثلوا أمة، تلك الأمة دلتنا على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أن الأصل في تعليم هذا الإنسان والسبق في تعليم هذا الإنسان لوحي السماء وليس لجهد البشر ولا لأنظمة البشر. فمن الذي سبق وما هو المصدر الأول لتعليم هذا الإنسان؟ وحي السماء، فكان هذا أصلاً، ولا أحد أبداً يدعي أن آدم قد علم لأنه هو الإنسان الأول وهو المخلوق الأول من جنس الإنسان. فما هو مصدره في التعلم في عالم الغيب يوم أن كان في السماء؟ الله، قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. وما هو مصدره في التعلم بعد أن نزل إلى الأرض وصار في عالم الشهادة؟ قال الله له فإما يأتينكم مني هدى. فدلت هذه القصة على هذا الأمر العظيم، أن الدين ووحي السماء هو الأسبق إلى تعليم الإنسان، وصار ذلك أصلا، وصار ذلك أصل في الإنسان، أنه يتعلم من أين ويتلقى من أين وينضبط بأي مصدر؟ من وحي السماء لا من غيره، فذلك أصل. الأصل الثاني والأمر الثاني في قصة آدم، آدم كان على الكفر أم كان على الإيمان؟ كان على الإيمان، لأن الله هداه وبنص القرآن فتاب عليه ثم هدى، إذن برئ من خطيئته وذنبه وأصبح نقياً من الخطأ الذي ارتكبه. ثم ماذا؟ أتبعت التوبة بهداية، فهو مهدي بهدى الله. وهذا الأمر الثاني، أن الأصل إذن في الإنسان أنه ماذا؟ أنه مسلم وأنه مؤمن، لأن الدين عند الله الإسلام،
وليس عند الله دين غير الإسلام، فإذا دين آدم هو الإسلام. وهذا أصل ثاني في قصة آدم. الأصل الثالث ما هو؟ هل كان آدم مع زوجه وذريته بعد أن نزلوا إلى الأرض مفترقين متشتتين أو مجتمعين؟ نص القرآن على أنهم كانوا مجتمعين، بل عبر عن ذاك الاجتماع بأبلغ كلمة وهي كلمة الأمة، الأمة، فقال كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فإذا الأصل اجتماعهم أو اختلافهم؟ اجتماعهم. والأصل اجتماعهم أو افتراقهم؟ اجتماعهم. فإذا هذه ثلاثة أمور عظيمة لا ننساها، أن وحي السماء هو الأصل في أنه مصدر تعليم الإنسان، وأن كل ما أحدثه البشر بعد ذلك من التعدي على وحي السماء فهو طارئ، وأن الأصل الإيمان فالكفر طارئ، وأن الأصل الاجتماع فالافتراق طارئ. فلما حصل أن الإنسان مكر به خصمه وعدوه إبليس فأراد أن يصرفه عن مصدر التعلم الوحي، وهيأ له أنه قادر على أن ينفرد بإدراك مصالح نفسه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أنه مستغن عن ربه. ولما استغنى عن وحي السماء واتجه إلى غير وحي السماء فماذا صار حاله؟ خرج من الإيمان إلى الكفر. ولما صار كافراً وهناك فئة مؤمنة فما الذي حصل؟ حصل الافتراق. فبماذا عومل البشر من ربهم الخلاق العظيم؟ أرسل الرسل وأنزل الكتب. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعيد الأمور الثلاثة الأصلية، أن تعيد فيهم تذكيراً ووعظاً وبياناً وإقامة آيات بينات على أن الأحق في مصدر المرجعية والتعلم هو وحي السماء الذي يأتي من عند الله الذي خلق البشر لحقانية الإيجاد وحقانية الملك وحقانية العلم وحقانية الحكمة وحقانية الرحمة وحقانية الخبرة. فالله هو الخالق المالك العليم الحكيم الخبير الرحيم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل لتذكر هؤلاء الذين خرجوا عن هذا الحياض وعن ذاك الأصل الأول، بأن تذكرهم بأنه لا بد أن يعودوا ليكون مصدر التلقي ما جاءهم من عند ربهم لا من عند غيرهم. فإن قبلوا إذن سيتركون الكفر ويعودون إلى الإيمان، وإن قبلوا إلى الإيمان إذن رجعوا إلى الاجتماع بدل الافتراق. فنفهم من هذا الأمر نتيجة. ما هي النتيجة؟ إذن أن الأديان، أن الدين الذي، أن الكتب والرسل ما أنزله الله عز وجل معهم تلك الكتب، ما هو هدفها الرئيس؟ إذن هدفها الرئيس، وأن ذلك الدين هدفه الرئيس ماذا؟ أن يحقق في الناس الإيمان والاجتماع. فلذلك هذه الكتب السماوية سوف كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويخبرنا من خلال قصص الأنبياء
وهو يخبرنا عن بعض ما ورد في تلك الكتب أن مقصودها أن تبقي الناس في هذا الدين الذي يحقق لهذا الإنسان أنه يتلقى عن ربه، وأنه يدين لربه، وأنه يجتمع مع من يدين لربه. فهذه القضية العظيمة التي هي قضية الاجتماع وعدم الافتراق، وأن هذه هي مضامين هذه الكتب السماوية، وهذه هي غايات ومقاصد ما جاءت به الرسل ودعت إليه الأمم، إنما هو ذاك الأمر الأصلي الأول الذي دل عليه قصة آدم، القصة الأم، القصة الأساس في هذا الكتاب العظيم التي أخبرتنا عن البداية. الداعي لذكر ذلك لأننا في هذه الآية الآن أمام قضية، وأمام موقف، وأمام تحريف، تحريف لهذا الدين الذي إذا قلنا أن الدين أنزله الله ليحقق في الناس الإيمان، وليحقق في الناس الاجتماع، وليحقق في الناس رجوعهم إلى وحي الله، فها هم أناس باسم الدين ماذا يقولون؟ يقولون أن لله ولد باسم الدين، وأنه بهذا الفعل ويعبد الصليب. ثم ماذا يقول؟ يقول يا محمد أنا أسلمت من قبلك، ويدعي لنفسه الإسلام. عندما يتعامل مع العلاج ليكون يتحقق به الضرر، هذا أعظم الانحراف وأعظم الظلم وأعظم الباطل، وأولى ما ينبغي أن يعالج. عندما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على الأمة ما هو؟ زلة عالم وجدال منافق بالكتاب، لأنه سيستخدم العلاج الذي أنزله الله لينفع الإنسان، يستخدمه ليضر الإنسان. كون الإنسان يستخدم الضار للضرر، فإن الإنسان الذي أمامه بأدنى مستوى من العقل السليم يدرك أن الأداة التي عنده ضارة، لكن ما أعظم الخداع الذي سيكون أثره على هذا المتلقي عندما تستخدم ما هو الأصل أنه نافع لكي تحقق به فساداً وهدماً. وهذا مما يهدم به الدين، وهذا مما يهدم به الدين. ذلك كان عمر رضي الله عنه يعلم أصحابه وينبه العلماء منهم، كان يقول لهم هل تعلمون بأي شيء يهدم الدين؟ قالوا لا، فقال بزلة عالم وبجدال منافق بالكتاب، بالكتاب بالقرآن، لكنه منافق، فبهذا يضيع الدين وبهذا يهدم الدين. فقضية الاجتماع إذا أدركنا أنها هي إذن بهذه المكانة حيث ارتقت إلى أن تكون واحدة من الأصول الثلاثة التي ابتدأ بها وجود الإنسان في عالم الشهادة، واحدة من هذه الأصول الثلاثة التي كانت هي بداية الإنسان في عالم الشهادة. نذكر حتى لا تنسى، ما هو الأمر الأول؟ أن الإنسان يتلقى ويتعلم من أين؟ من وحي ربه، من وحي ربه. الله وعد آدم فوفى،
ومن أوفى بعهده من الله، فإما يأتينكم مني هدى. فلذلك قال الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أوفى الأوفياء، فما ترك هذا الإنسان بدون وحي السماء ينزل لكي يرشد الإنسان أنه يتلقى العلم والحق، وأن المرجع له فيما يفعل في هذه الدنيا هو وحي ربه. هذا الأمر الأول. والثاني أن الأصل في وجوده مؤمن، مهما كثر الكفر في الأرض فاعلم أنه طارئ وليس أصلي، ومهما قل عدد المسلمين فاعلم أن هؤلاء هم الذين يضربون في عمق تاريخ هذا الوجود الإنساني إلى أول موجود من الإنسان، وهو آدم الذي أول المسلمين. ثم أن الاجتماع بين تلك الفئة المسلمة هو الأمر الأصلي، فالافتراق بين جنس بني آدم طارئ. فإذا أردنا أن نعالج الافتراق نعالج سببه. ما هو سببه؟ الكفر. طيب كيف نعالج الكفر؟ بأن نعالج مصدر التعلم. فمن يريد أن يعالج افتراق الناس بغير معالجة إرجاع الناس إلى مصدر الوحي هو يطلب عبثا. وهل يقبل الله عز وجل هذا العلاج؟ الجواب لا. فمن يريد أن يعالج افتراق الناس بما يسمى بالقيم الإنسانية دون إرجاع الناس إلى الإيمان لن يبلغ بالناس أن يدخلوا الجنة بذلك، وقد يحققون اجتماعا لهم في الدنيا، لكن الدين الذي يريده الله هو ما يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، ما يحقق له مصلحة في هذه الحياة ويوم القيامة. ولا يقدم الدين على أنه يحقق للإنسان مصلحة الدنيا فحسب، ولا يعرض الدين على أنه يحقق مصلحة الإنسان في الآخرة فحسب، وإنما الله ما يرضى لنا إلا أن تتحقق المصلحة لنا في الدنيا والآخرة. فلذلك إذا أدركنا هذه الأمور بهذه الطريقة إذن علاج الافتراق بأن يصبح الناس مسلمين، وعلاج أن يصبح الناس مسلمين هو أن يقبل الناس أن يكون الله عز وجل هو ووحيه هو المرجع للإنسان في التلقي. فلذلك كان أعظم قضية في هذا الدين هي ماذا؟ هي تصديق خبر السماء، وأن يؤمن الإنسان بأن مصدر الحق والحقيقة هو الوحي، وأن قضية النقاش والحوار والجدال الحق الذي يدور على هذه القضية إقناعاً وبياناً وإقامة الحجج والآيات على أن صاحب الحق في ذلك هو الله، ومخاطبة العقل والفطرة. فمن كان عنده موازين العقل السليم فالتسليم للأعلم والتسليم للأحكم والتسليم للأرحم، ومن أعلم بك وبما ينفعك وبخصائص باطنك ممن خلقك. ولذلك الله يعاتب هذا الإنسان: أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق ما يعلم والمخلوق يعلم، هل من عنده عقل يقبل هذا الكلام؟
واضح؟ فلذلك هذا الوعي القرآني وهذه الحقيقة القرآنية التي نأخذها من القصص القرآني، ذلك القصص في القرآن ليس عبثا، ليس للتسلية، ليس للعاطفة، وإنما القصص القرآني لكي تبنى الحقائق الكبرى في إصلاح هذا الإنسان. فها هي قصة آدم تعلمنا هذا الأصل. هل قرأنا قصة آدم ووقفنا متأملين متدبرين مع هذه الأمور وأدركناها؟ عرفنا آدم، الله قال فتاب عليه ثم هدى، إذا مباشرة أفهم أن هذا إنسان خرج مبرأ من خطيئته، ثم هذا إنسان أكرم بأن الله شرح صدره هداه، إذن هو ليس كافر. ما يمكن أن الله يقول لكافر أنه مهتدي، ثم أنه يأتيه وعد من الله بأنه ينزل إلى هذه الأرض وأن هدى الله سيتبعه ليعلمه. ونقرأ أن الله يقول ومن أوفى بعهده من الله، إذن لا نتخيل أن الله وعد آدم بأنه ينزل إلى الدنيا ويأتيه هدى ثم أن الله لا ينزل عليه هدى، لأن الله أصدق القائلين والله أوفى الأوفياء. إذن بشرة، إذن من يأتيني ليقول أن الإنسان كان أصله حيوان أو الإنسان كان أصله كافر أو غير ذلك؟ هنا مباشرة أقول له كذبت. الأصل فينا بني آدم أن الإنسان منا الأول، بل كان علمه بالأسماء عظيم، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها كلها. ثم من علم الأسماء كلها ومن تولى الله تعليمه ومن نزل تصاحبه الملائكة لتعلم ومن كل هذه الأمور، ماذا نتوقع أن تكون حياته على ظهر الأرض؟ هل هذا عايش على ضلال؟ وهل هذا يتعامل في الأرض بجهل؟ واضح؟ إذن هكذا ينبغي عندما نقرأ القرآن نفهم، وهذا هو التدبر الذي يأمرنا الله عز وجل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما كان إذن الإشكالية التي تذكر هنا والتي هذه الآية جاءت لتخبر عنها، أن هؤلاء الآن ليست قضية مجرد اختلاف، لكن قضية أن هؤلاء القوم يوسمون في نظر الناس وهم يتكلمون عن أنفسهم ويعبرون عن أنفسهم ويصفون أنفسهم بماذا؟ بأنهم أهل الكتاب. أي كتاب؟ كتاب من عند الله. إذن هنا الآن هذه قضية، وقضية عظيمة. والكتاب ما ينزله الله إلا لأجل أن يجعل الإنسان يتلقى عن الله، ويجعل الإنسان مسلما، ويجعل الإنسان مجتمعا بإخوانه المسلمين. بينما هؤلاء الذين قالوا أنهم أهل كتاب خرجوا عن هذه الأوصاف الثلاثة كلها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فساد في المرجعية والمصدر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خرجوا عن مسمى الإسلام الأصل الثاني، ثم الأصل الثالث ماذا؟ فإنهم فرقاء متنازعون متشاكسون، ومع ذلك ما زالوا يقولون أنهم أهل كتاب. وهنا ماذا سيكون؟ سيؤثر ذلك على عامة الناس، ويؤثر على عموم الأمم المحيطة بهم. فلذلك هذه الآية العظيمة التابعة لما
قبلها. واضح إذن؟ هذه قضية الآية، وهذه أهمية الآن ما تعرض هذه الآية. أيضا قضية الاجتماع والاختلاف، فإذا جئنا ونظرنا أيضا قبل الدخول في الآية إلى هذه الشريعة المباركة، الشريعة الخاتمة، الشريعة المحمدية التي أنزلها الله على خاتم الرسل والأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد فيها لمعالجة هذا الأمر، فإنها عرضت لنا الآن ما ذكرناه تاريخ الإنسان الأول، وبينت أن الاجتماع فيه أصل. الأمر الثاني أنها ذكرت لنا قصص عدد من الأنبياء، وأنهم دعوا أقوامهم إلى الاجتماع وعدم الافتراق، هذا ثاني. الأمر الثالث أنه جاء فيها الأمر الصريح، الأمر الصريح بالاجتماع، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فإذا جاء الأمر بالاجتماع أمرا صريحا. أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أمر الدين الذي لا يجوز الاختلاف فيه، لا يجوز الاختلاف فيه، فقضية الإيمان بالإله الواحد والرب الواحد جاء الأمر بها وعدم قبول الخلاف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أيضا جاء الإخبار فيها عن المفترقين والمختلفين، وجاء ذكرهم ذكر الذم لا ذكر المدح، فإذا ذكروا بوصف الذم. سادسا أنه جاء التحذير من فعلهم، جاء التحذير من فعل الاختلاف ومن فعل هؤلاء الذين اختلفوا. الأمر السابع أن الله جعل من غايات يوم القيامة ما هو؟ أنه يفصل بين المختلفين، أحد غايات يوم القيامة، وأن بعد الموت بعث لتكون هناك محاسبة لهؤلاء المتنازعين المفترقين، ويحاسب الله ويجازي ويكافئ كل واحد منهم بما فعل في أمر الاختلاف والنزاع. ولذلك سبحان الله سأل لا يظن أن قضية الاختلاف والنزاع أمر بسيط، ثاني يتنازع مع جاره ثم تظل القطيعة بينهم شهر وسنة وسنتين إلى أن يموت الواحد منهم ولا يشعر أن هناك إشكالية في حياته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هجر المسلم سنة كقتله، عقوبة من قتل عندما تقاطع إنسان لمدة سنة تأتي يوم القيامة بجرم كأنك سفكت دمه. وأيضا أنزل الله سبحانه وتعالى نظام الأخلاق الذي يحقق الائتلاف، وأمر بالأخلاق الحسنة التي تحقق الاجتماع، ونهى عن الأخلاق السيئة التي تكون سبباً في الافتراق، فأمر بالرحمة وهي سبب للاجتماع، وأمر بالحياء وهو سبب في الاجتماع، وأمر بالكرم وهو سبب في الاجتماع، ونهى عن الحسد وعن الحقد وعن التباغض وهو سبب في الافتراق.
فإذا هذا الأمر عندما نتأمل في هذه الشريعة فإننا نجد أن هذه الشريعة بغاياتها ومقاصدها وبأحكامها الفرعية بعقائدها وتشريعاتها فإنها تدفع المسلمين إلى الاجتماع لا إلى الافتراق، وتبني فيهم دواعي الاجتماع، وتبني فيهم معالجة نوازع الافتراق. وهذه شريعة الله جل جلاله التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى أن من غايات تلك النبوة كيف أنه حقق تلك الأخوة على صورة عظيمة عجيبة، فاجتمع الناس بهذه الشريعة على نمط لم يكن مألوفا في زمنهم أبدا. وما مر معنا وما نقرأ في الأخوة التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم أمر عظيم، كيف وصلوا إليه؟ بهذا التشريع. ولذلك عندما نقول أن شريعة الله تحقق الاجتماع، هذه ليست دعوة، بل هناك واقع حصل دل على قدرة هذه الشريعة على تحقيق هذا الاجتماع. وتكونت تلك الأمة وأتلفت قلوبهم بعد أن كانوا متنازعين مفترقين، وطبقوا ذاك المثل وذاك النموذج العظيم في الأخوة القائمة على الدين، حتى يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عمر يقول لبلال سيدنا وقبل الإسلام، هل كان بلال يستطيع أن يرفع نظره في نظر عمر؟ ولكن بالإسلام صار ذاك الواقع وذاك النموذج. فإذن هذه حقائق، وأن هذا الدين أنزله الله ليحقق الاجتماع والائتلاف ويوحد بين النفوس ويحدث التلاقي والمحبة وعدم الغلواء والحقد والحسد. أرسلنا كم يحذر من كل تلك الأمور التي تقود إلى الافتراق. إن الله كريم يحب الكرماء، والكرم سبب في الجمع ولا في التفريق؟ جمع. يحذرنا من الحسد ويعبر عنه بأنه الحالقة التي تحلق الدين، وأن من أشنع ما يوصف به الإنسان من الأخلاق الحرص، والحرص يبعد الناس ويكون سببا في الافتراق. فإذا هذا دين الله عز وجل، وهذا مما هو فيه لتحقيق هذا الاجتماع. فيقول الله إن الدين عند الله الإسلام، بعد الشهادة العظيمة فيقول إن الدين عند الله الإسلام. هذه الجملة تفيد الحصر، بمعنى أن الدين الصحيح عند الله والدين المقبول عند الله إنما هو الإسلام فقط، لا غيره، لا غيره. فليس عند الله دين صحيح غير الإسلام، وليس عند الله دين مقبول إلا الإسلام غير الإسلام. فالدين المقبول عند الله الإسلام، والدين الصحيح عند الله الإسلام. وأن الإسلام ما هي حقيقته؟ لا إله إلا الله التي شهد الله عليها، وشهد عليها الملائكة، وشهد عليها أولو العلم،
ذاك هو الأساس الذي يقوم عليه الإسلام، الدين الذي هو عند الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الخطاب وهذا الخبر، هل هو إن الدين عند الله الإسلام منذ أن وجد هذا الإنسان ومنذ أن أوجد الله هذا الخلق، أو أن هذا الإخبار مرتبط بزمن نزول هذه الآية؟ على قولين للمفسرين. فالقول الأول الذين قالوا إن الدين عند الله الإسلام منذ أن خلق هذا الخلق، فيقولون دل القرآن على أن هذه المخلوقات مسلمة لربها، وأن الملائكة مسلمون لربهم مستسلمون له، وأن الأنبياء كذلك مسلمون. فذكر الله عز وجل في القرآن من ذلك، أليس ذكر الله عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يبنيان هذا البيت من دعائهما ماذا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. وذكر الله في القرآن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا إخبار عن هؤلاء الأنبياء. أيضا ملكة سبأ عندما جاءت إلى سليمان ماذا قالت؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. إذن بمعنى أن دعوة سليمان هي للإسلام، فقالوا قول الله إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين عند الله إلا الإسلام منذ أن أمر بالدين. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا المقصود إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أنه وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس على ظهر الأرض دين حق إلا ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما هو على ظهر الأرض في تلك الحقبة لم يكن ممثلا للدين الحق. لا من ينتسبون إلى اليهودية ولا إلى النصرانية ولا إلى الحنيفية ممن كان من العرب ولا غيرهم. ومصداق ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. فلذلك كان الناس عما الأرض ذلك الانحراف. فقوله إن الدين عند الله الإسلام بمعنى أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الوحي، وأن النبي الخاتم إنما يبعث في فترة لا يكون على ظهر الأرض دين حق باقي عند الناس، كله دخله التحريف ودخله التغيير ودخله الباطل. فيفهم من ذلك إذن هؤلاء الذين قالوا أسلمنا من قبلك، فإذا قلنا إن الدين عند الله الإسلام والمقصود به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه، هؤلاء الذين يمثلون دين الحق، إذن كل من عداهم فهم أهل دين باطل انحرف عن الحق. إن الدين عند الله الإسلام. وهنا أيضا
حقيقة وقفة في غاية الأهمية. الله عز وجل أخبر أن الدين عنده الإسلام، وأخبر أن أنبياءه منتسبين للإسلام، وأكرم هذه الأمة بأنه هو سماها بالمسلمين، هو سماكم المسلمين. هل نرضى لأنفسنا تسمية أشرف من تسمية الله اختارها لنا؟ لا تفتخر بشيء أعظم من أن تقول أنا مسلم، أنا مسلم، وليس شيء يعرفك بين الناس أعظم من أن تقول أنا مسلم، أنا مسلم. فالذي سماك بهذا من؟ الله، عندما تكون مؤمنا بالله قائما بأركان الإسلام فأنت المسلم، أنت الذي تدخل في هذه التسمية العظيمة الجليلة، هو سماكم المسلمين. فلذلك إذا تفكر الإنسان أن من كرامة هذه الأمة على ربها عز وجل أنه هو الذي سماها، هو الذي سماها بهذا الاسم، فأصبح هذا الاسم علم على هذه الأمة المحمدية، الأمة الخاتمة، أتباع هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، أن الله جل جلاله هو الذي سماهم واختار لهم هذا الاسم العظيم الذي يتفق مع الدين الذي عنده جل جلاله، وأنه هو الحق، وأنه هو الصحيح، وأنه هو النافع للإنسان. فاختار الله لهذه الأمة هذا الاسم العظيم. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يستشعر هذه القيمة وهذا الأمر، عرفت، وأن يستشعر أن الشرف والفخر في أن ينتسب للإسلام، هذا من جهة، ومن الجهة المقابلة أن يستشعر بضخامة المسؤولية، وأن هناك له خصوم أن يخرجوه من هذا الاسم العظيم، أن يخرجوه فلا يستشعر بالفخر حينما ينتسب إليه، وأخطر منه أن يخرجوه من حياض ذلك الاسم بالاعتقاد والفعل المخالف، واضح؟ فلذلك إن الدين عند الله الإسلام. إذن لا بد أن نعي ونحن نقرأ هذه القضية ونجمع معها الآيات الواردة في هذا الباب، فنستحضر أن الذي سمانا بالإسلام بالمسلمين هو الله. فلذلك ليكن دائما فخرنا، وليكن دائما التعريف بذواتنا أنك تقول أنا مسلم، أنا مسلم، تقولها معرفة، تقولها مفتخرا، تقولها مستشعرا بعظم المسؤولية والأمانة، لتحفزك أن تلتزم بأدب المسلم. لكن أن يبقى وصف الإسلام، قد إنسان يجد منه والله معرة أن يقول أنا مسلم، مصيبة. أو أن الإنسان يقول مسلم ثم لا يستشعر مسؤولية هذه الكلمة، مصيبة. وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن لازم أن تكون كذلك. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إذن لابد أن تكون ناطقا بالشهادتين، لابد أن تكون من المصلين، لابد أن تكون من الصائمين، لابد أن تكون من المزكين، لابد أن تكون من الحجاج عند قدرتك واستطاعتك، لأن الإسلام بني على ذلك. فابحث عن كل وصف للمسلم
وبعد ذلك حاسب نفسك. هذا اسم الله أكرمك به فكن أهلا له، وإلا الآية تخبر عن أناس انتسبوا إلى هذا الاسم لفظا لكنهم فارقوه حقيقة، فهل نفعهم الاسم لفظا دون الحقيقة؟ الجواب لا. أليس هذا يكون درسا لنا؟ أليست هذه العظة والعبرة في هذا الموقف؟ هؤلاء يقولون لرسول الله عندما يقول لهم أسلموا قالوا أسلمنا من قبلك، الجواب مباشرة كذبتم. لماذا كذبتم؟ لأن الإسلام له حقيقة وليس الإسلام مجرد دعوة. فكما أخرج هؤلاء من النسبة للإسلام لأنهم لم يقوموا بحق الإسلام، فأيضا نحن علينا أن نراجع أنفسنا، وأن الإنسان يحاسب نفسه. ثم التحذير يكون الوعي به أعظم عندما نقرأ قول الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، إذن هم أوتوا كتابا، ثم ماذا؟ أنه هذا الكتاب جاء بالعلم الذي يوضح ما معنى الإسلام ويوضح ما معنى الاجتماع على الإسلام، لكنهم تعاملوا مع هذا الكتاب ومع العلم الذي فيه الذي يحقق الإسلام والاجتماع، تعاملوا معه كما وصفهم الله في آية أخرى كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار الذي فوق ظهره الكتب، ولكن هل الحمار ينتفع بالكتب؟ ماذا في هذا الأمر من عظة لأهل الإسلام؟ ماذا في هذا الأمر من عبرة لأهل الإسلام؟ للمسلم، لكل مسلم لو وقف متدبرا، الله يحذر فيقول هؤلاء قوم نزل فيهم الكتاب متضمنا لذاك العلم الذي هو الإسلام، لكنهم مع ذلك ما هو سبب للانتفاع تعاملوا معه على طريقة فكان سببا في الإضرار بهم. فاحذروا يا من سماكم الله بالمسلمين أن تكون حالكم كحالهم وأن يكون وضعكم كوضعهم، مع القرآن الذي أنزله الله فيكم فاحذروا أن تكونوا كأهل الكتاب. فيقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. فذاك الاختلاف ما كان عن جهل بل كان بعد علم، والضلال بعد العلم أشنع من الضلال على حال الجهل. ولذلك من ضل من هذه الأمة ففيه شبه من أهل الكتاب، إما شبه باليهود أو بالنصارى. ثم وهذا معقد الفائدة، أين محل حقيقة التنبه؟ أن نعلم ما الذي أوقعهم في ذلك، ما الذي جعل ذاك العلم الحق لا ينتفعون به ويكون حالهم كالحمار يحمل أسفارا. وهذا موطن الاعتبار الذي ينبغي، هو محل العمل. قال بغيا بينهم، قضية الظلم، البغي، قضية الحسد، هذه الأمراض الخطيرة، قضية الكبر، هذه من أخطر الأمراض، الكبر، الحسد، الظلم، الحرص، هذه معاقد الفساد لهذا الإنسان إذا تمكنت منه هذه الأمراض الأربعة. الكبر يمنعه أن يقبل الحق، ما يقبل الحق. الحسد
يمنعه أن يقدم الحق للآخرين. الحرص يجعله لا يجد إلا مصلحة ولا ينظر إلا لمصلحة نفسه، ويريد لو هلك الناس كلهم العبرة هو أن يحوز المنفعة لنفسه. الظلم الذي يجعل الإنسان لا يراعي حق أحد، هذه أمراض كلها يجمعها كلمة البغي. فالكبر بغي، والظلم بغي، والحسد بغي، والحرص بغي، لأنه منع الإنسان الحق الذي له عندك ويمنعك من ذلك الحرص. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى إصلاح هذه النفس. ونعود إلى القضية التي نذكر بها كثيرا ونرددها بين الفينة والأخرى، أن الله يذكرنا بذاك القسم العظيم، 11 قسم، 11 قسم في القرآن في موطن واحد ما تكرر في القرآن كله، في سورة الشمس وضحاها. وجواب القسم: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. ومعالجة البغي تزكية النفس، معالجة البغي. إذن زكي نفسك، زكي نفسك من الظلم، زكي نفسك من خلق الكبر، زكي نفسك من الحسد، زكي نفسك من الحرص. واضح؟ فالتزكية هي العلاج. لذلك أقسم الله 11 قسم ليكون الجواب: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، جعل صفتها البغي. واضح؟ فلذلك هذا مكمن المرض، وهذا محل العلاج، وهذا محل العلاج. وعلاج الكبر بماذا؟ أن تتلقى عن الله. وعلاج الحسد أن ترضى بما قسم الله. وعلاج الحرص أن تعلم أن الله عز وجل أعدل العادلين، ينصفه، وأن حكم الله هو العدل. وعلاج الظلم أن تعلم قوة الله، وأن الله عز وجل على كل ظالم. ومن لم يعرف ربه أنى له أن يترك الظلم. والإنسان في غريزته أنه يعدو، وأنه يريد أن يحوز ما عند الآخرين ليضمه إلى نفسه. وما الذي يمنع الإنسان من أن يعدو على حق الآخرين إلا أن يعرف أن الله هو القوي القهار، وأنه عزيز ذو انتقام، فهذا الذي يمنعه من ظلمه. فعاد الأمر إلى العلم بالله ومحبة الله واليقين بأنه هو صاحب الحق، أن يعلم وأن يأمر وأن يحكم في الإنسان. فلذلك الله عز وجل كيف يعلمنا؟ كيف؟ لذلك نقول هذا الموقف، كيف نجد أن القرآن لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون حجة وبيان، ولم يترك الصحابة ينظرون إلى ذلك الأمر دون أن يكون هناك ما يغلق كل أبواب الشبهات ولا يجعل منفذا لها إلى قلوبهم، ثم يعلمهم كيف يتعاملون. فإذا هنا خطر، وهنا إشكال وقع فيه فئة، انتبهوا. يا من سماكم الله بالمسلمين انتبهوا من البغي. فالذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه، فأصبحوا يقولون قولا وينطبق عليهم قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة،
تصلى نارا حامية، وقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظنون أنهم على شيء ويأتون يوم القيامة ويجدون أنهم لا شيء. فالتحذير لهذه الأمة، إذن أين السبب؟ البغي. فقال بغيا بينهم، وهنا بينهم أي أن هذا الأمر كان فيما بينهم فافترقوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلمه بذلك ووصفه بأنه رحيم بأمته لجأ إلى ربه يدعو لأمته، أنه قال الله وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدعا ربه يا رب لا تهلك أمتي بسنة عامة ولا تهلك أمتي بعدو من خارجهم فيستبيح بيضتهم، ولا تهلكهم بالافتراق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن من خلال الآيات يرى أن قوما هلكوا بذلك، فيأتيه الجواب من ربه عز وجل ويخبره الله بأنه لن تهلك أمته بسنة عامة ولن تهلك أمته بعدو من خارجها يستبيح بيضتها ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض كلها. أين هلاكهم؟ أن يهلك بعضهم بعضا، الافتراق، هذا هو الأمر الذي محل التحذير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يحذر الأمة من قضية الاختلاف والصراع والنزاع والشقاق على كل المستويات. فلذلك لا بد أن نأخذ نصيحته وأن نعلم الآن أن هذه الأمة إنما هلاكها عندما يدب فيها النزاع والخلاف والشقاق والافتراق، فعلينا أن ننتبه لذلك. ثم يقول الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فجعل هذا الاختلاف سماه الله عز وجل كفرا، ولذلك هو سيكون من الاختلاف ما هو كفر أكبر، ويكون ما هو من الخلاف ما هو كفر أصغر. فالشقاق بين المسلمين من هذا الكفر الأصغر كفر النعمة، نعمة الاجتماع، والله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أن الله ألف بين قلوبه، يقول له لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينهم فجمع بين هذه القلوب. فلذلك الافتراق إذن له هذه الخطورة، فيقول الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله هو الحسيب الذي يحاسب الناس ويكافئهم ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله حسب الإنسان. وأعظم واسم الله الحسيب ورد في كتاب الله 3 مرات، فالله هو الحسيب. فإن الله سريع الحساب، سريع الحساب من العلماء من قال أي أن الافتراق والنزاع والشقاق الذي ينتج عن ترك الوحي ستكون العقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة.
فلذلك ما ترى شرفا ورغد عيش وسعادة في حياة ثم تبدلت إلا واعلم أنها نتيجة الظلم الذي أدى إلى الافتراء، فلذلك تكون هذه العقوبة. والله سريع الحساب. إذن القول الأول سريع الحساب أن ذلك في الدنيا قبل الآخرة، والقول الثاني أن الله سريع الحساب أي في الآخرة، بمعنى أن حسابه سريع ليس كمحاكمة الدنيا، لأن محاكمة الدنيا قد يطولها كثرة المتخاصمين، فإلى أن يأتيك الدور تحتاج أن تأخذ شهر وشهرين وسنة وأكثر. أما الله عز وجل فلا يحتاج. سريع الحساب أن الأمر يحتاج إلى تدبر من يحكم حتى يصل إلى إدراك حقائق الأمور، أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء، فلذلك حسابه سريع، لا يمكن المغالطة، لا يمكن الإخفاء. لو أراد الإنسان أن يكذب بلسانه ينطق الله جوارحه لتقول بما فعلت، فلذلك حسابه سريع، والله سريع الحساب. فإذا الله عز وجل يحذر من سماهم بالمسلمين ومن أخبر وعلمهم بالشهادة العظيمة وأن هذا هو الدين الذي عنده، وجعلهم ينظرون إلى حال وموقف شاهدوه بأم أعينهم من أناس ادعوا الانتساب للإسلام وما هم بمسلمين، ففي ذلك تحذير. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يثبتنا على هذا الدين إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.